اتكلم عن علم الذر، هقول بس المعلومه دي وهاخد مداخلات نعم حضراتكم. نعم انت حضرتك كنت بتقول ان احنا كنا ارواحا، فانا سالتك قلت لك يعني احنا كنا امواتا ولا كنا ارواحا؟ لم يعني فحضرتك قلت القران ذكرها امواتا. وطبعا هذه المسألة مسألة كبيرة جدا ومسألة اه بحثية محتاجه يعني بالضبط. وللأمانة هنالك رأيان في هذه المسألة. قول يقول أنشأنا الله تعالى من العدم، نعم لقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أمواتا، إذا خلقنا الآن أو حياتنا هذه حياة مسبوقة بالموت. نعم. ولذلك قدم الله تعالى الموت على الحياة في كل آيات القرآن الكريم. نعم. يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فخلق الموت أولا وجعل من الموت حياة، وهذا ما قال عنه ربنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. إذن حياتنا هذه مسبوقة بالموت، فقالوا أرواحنا قبل أن تكون كانت في عالم العدم، ثم أوجدها الله تعالى من الموت ابتداء فكتب لها الحياة، ثم يميتنا مرة أخرى، ثم يحيينا حياة في البرزخ، ثم نرد إليه يوم القيامة. وهنالك رأي آخر يقول لا، الأرواح خلقها الله تعالى منذ أن ذرأ الله أبانا آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. معنى ذلك أن الله عز وجل حينما خلق أبانا آدم خلقه وخلق له ذريته. نعم. وحينما أشهدهم الله تعالى على وحدانيته شهدوا في عالم الذر، ولذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قالوا إن النطف في عالم الصلاب وفي عالم الذر لبد، فكل من سمع النداء فلبى كتب الله تعالى له أن يحج بيت الله الحرام. إذن المسألة هنا فيها مع الآيات شق، وفيها مع الأحاديث شق آخر، وهي من الغيب التي أو الذي استأثر الله تعالى علمه في علم الغيب عنده. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.